طيب نروح، عايز نروح لا نروح. خلاص نروح للنهارده. بانت الدنيا في يعني واحنا على اعتاب بدايه او بدات بالفعل الجوله الخامسه ما قبل الاخيره في دور المجموعات، بانت شكل او ملامح دور ال 16 في دوري الابطال، بانت ما عدا المجموعه المنكوبه اللي احنا يعني والله العظيم مش عارف في ايه. بانت مانشستر سيتي تقريبا خلاص، باريس سان جيرمان خلاص تقريبا برضو، يوفي تقريبا برضو خلاص، بس يوفي خلاص بره مش جوه. ريال مدريد خلاص. اكبر مفاجاه بالنسبه لك يوفي؟ خروج يوفي، خروج اليوفي مفاجاه كبيره جدا، لانه بنفيكا يعني مجموعه سهله المفروض، فاهم قصدي، على اليوفي، فخروج اليوفي بالشكل ده لا مش كلوب بروج مش مفاجاه بالنسبه لك؟ او كلوب بروج صح، انا نسيت كلوب مفاجاه سعيده ومفاجاه بقى نقول اليوفي مفاجاه حزينه ولا مفاجاه سعيده؟ مفاجاه وخلاص. كلوب بروج طبعا مفاجاه كبيره جدا. اتمنى ميلان النهارده يقدر ان هو يحقق المفاجاه. على فكره مش هسامحك على اللي على اتمنى ميلان النهارده يقدر يحقق مش المفاجاه بس يقدر يحقق الصعب في ان هو يفوز الاول. طيب على هنمشي مجموعه ونستعرض ماتشات النهارده ونشوف رايكم فيها ايه. طيب نبتدي بالجروب ايه. طبعا نابولي ليفربول اياكس جلاسكو. نابولي ضمن التاهل خلاص، اياكس بتهيألي لازم يكسب النهارده قدام ليفربول، تسعه لازم يكسب قدام ليفربول، بعدين لازم يعوض فرق المواجهات المباشره مع ليفربول، ولازم يكسب فرق اثنين بالظبط عشان لو كسب المباراه الاخيره وتعادلوا في النقط يبقى الافضل الاياكس، مع فكره انه ليفربول يركز اكتر السيزون ده على المنافسه على تشامبيونز ليج، لانه حسابات البريمير ليج خلاص صح مش اوبشن، هو بعيده قوي. بص هو مش بعيده ولا حاجه، يعني عندنا البريمير ليج مش يعني الكره ما فيهاش مستحيل. لا ده مستحيل في فرق نقط والله. لا عادي يعني اللقب ولا المربع هالاند؟ لا على اللقب، لا مش والله صعبه قوي، هي ما فيهاش مستحيل جداً طبعا جدا صعبه في وجود يعني ممكن افهم معجزه تشيلسي مع لامبرد وتوماس توخيل في تشامبيونز ليج تتكرر كتشامبيونز ليج، لكن في بريمير ليج يعني هقول حاجه بالنسبه لليفربول، بالنسبه لليفربول ماتشات دوري الابطال هتبقى مختلفه. ليه؟ لان دايما ده ماتش واحد في دوري الابطال ممكن تخش اللعيبه تقدم 100%، لكن الماتشات المحليه هو الموسم طويل بتخوض مباريات كتير، فمش مش وارد ان انت ما تكونش في يومك يعني. طيب نروح للمجموعه بي. في المجموعه بي عندنا بروج طبعا في الصداره حسم التاهل خلاص، معاه بورتو واتلتيكو مدريد بيتنافسوا، واعتقد باير ليفركوزن مش بعيد لانه كان مع 6 نقاط 4 نقاط 3 نقاط، بورتو واتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن واحد منهم يتاهل مع بعيد. بورتو عاد من بعيد مكسبين ورا بعض، كان هو متزايل المجموعه قدر يحقق مكسبين ورا بعض، بقى هو في المركز الثاني، لكن انا اتمنى تاهل اتلتيكو مدريد بحيث ان الفرق تبقى الفرق القويه هي اللي موجوده في دور ال 16. وخروج بورتو وباير ليفركوزن وتاهل كلوب بروج ده مفاجاه برضه، مفاجاه كبيره جدا يعني جدا. الفريق بيتكلم عليه انه ما يبقاش كلوب بروج وبورتو اللي يتاهلوا ونسيب اتلتيكو مدريد بره يعني. بورتو بطل برضه يا خالد زمان يعني بطل بطل برضه يعني. المجموعة السي عندنا بايرن ميونخ و انتر ميلان 12 و7 نقاط، ثم البارسا 4 نقاط، وفيكتوريا بيلزن برصيد 0 من نقاط. السيناريو المستحيل لتأهل برشلونة وارد؟ لا مستحيل، لا مستحيل، مستحيل السيناريو الصعب جدا، بس فوز على بايرن ميونخ، فوز على بايرن ميونخ، خسارة الانتر المباراتين بدون تحقيق واي نقطة، صعب جدا يعني. لا لا ليه؟ ليه انت بتتكلم على انه خسارة الانتر من فيكتوريا مباراه ومكسب هيبقوا متعادلين في النقاط الافضليه للمواجهات المباشره، هيبقى لصالح انتر. هو الماتش الاولاني خلص 1 والماتش الثاني تعادل 3-3، فلازم انت بتتكلم على الانتر يخسر ويتعادل وبرشلونه يكسب بايرن ميونخ، يخسر ويتعادل انتر يخسر ويتعادل، يخسر المباراتين ليه؟ يخسر الماتشين يخسر ويتعادل. لو خسر وتعادل، لو خسر وتعادل هيبقى 8، لو بارسا كسب ماتشين يبقى 10. لا ما تمام بالظبط صح صح، يخسر ويتعادل، يخسر ويتعادل، يخسر ويتعادل وارد بقى، ده كل شيء وارد وارد. متعاطف مع البارسا، في حته في قلبي هنا كاتالونيا، في حته في قلبي بارسا. طب نروح للمجموعه دي. توتنهام مارسيليا، ده المجموعه دي ملخبطه جدا، توتنهام ومارسيليا ولشبونه وفرانكفورت. توتنهام الاقرب نظرا لتاريخه برضو، خلينا نقول مارسيليا السنه دي حلوه على فكره، مارسيليا هايل، مارسيليا السنه دي فكرنا بمارسيليا بتاعه التسعينيات مره ثانيه، فوزين ورا بعض بعد بدايه سيئه في البطوله، حقق انتصارين يعني توقعت توتنهام ومارسيليا. لشبونه بدايته كانت قويه للمجموعه برضو، حقق انتصارين وبعد كده ما قدرش، لكن لا المجموعه لسه مفتوحه يعني، لسه لكن توتنهام هو الوحيد اللي تقدر تقول ممكن يتاهل بالظبط. طيب نروح للمجموعه اي. تشيلسي
ريد بول سالزبورج ودينامو زغرب وميلان، والنتيجه حاليا 1-0 لصالح تشيلسي. 1-0 لصالح تشيلسي. نايس. اوكي نايس. في مواجهه سالزبورج طبعا، تشيلسي بيلعب دلوقتي مع سالزبورج، والساعه 9 الميلان هيلاعب دينامو زغرب. المفروض تكسبه بقى ولا ايه النهارده؟ المفروض ما كسبتوش تبقى بقى ايه يعني؟ عندنا دم والله. يعني انا مكسبكم النهارده ومكسب تشيلسي يحطكم على تشيلسي اول وثاني. لو كسبنا بالظبط كده، يعني تشيلسي لو كسب يوصل 10، ميلان لو كسب يوصل 7، ويتبقى يبقى اول وثاني، يبقى فاضل ماتش مع سالزبورج اللي هو يبقى في المركز الثالث. اللي يكسب الماتش ده يتأهل. التعادل يأهل. الا لو توتنهام، لو تشيلسي خسر يبقى 10. لا تشيلسي واصل. تشيلسي لو كسب النهارده واصل. لا تشيلسي واصل خلاص. لو كسب النهارده خلاص ما فيهوش. طيب. عايز الميلان يكمل ولا يروح يوروبا ليج؟ الاقرب في المجموعه دي هو تشيلسي وسالزبورج، لان المباراه الاخيره الاعصاب هتبقى عند الميلان برده، ما عندناش الخبرات اللي تسمح لي ان احنا نستحمل الشد العصبي ده. الاقرب من المجموعه دي انه تشيلسي سالزبورج ميلان ثالث دوري اوروبي. لو ميلان وبارسا راحوا اليوروبا ليج، ان اليوروبا ليج هيبقى فيها مانشستر يونايتد وبرشلونه والارسنال واليوفي والميلان، وكلهم واخدين ارسنال خد شامبيونز ليج. ما احنا لا ارسنال لا ما خدش شامبيونز ليج. لكن اليونايتد الوحيده اللي في لندن، اليونايتد والميلان لندن هي تشيلسي. اليونايتد والميلان واليوفي والبارسا كلهم اكس شامبيونز ليج. ما هو المره اللي فاتت لما كان فاروق بنتكلم فيقول لك ده هيروح اليوروبا ليج وده هيروح يوروبا. اقول لك روح معانا، يروح معانا ويقول لك يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. نروح للمجموعه اللي بعدها، مجموعة اف، عندنا الريال طبعا الملكي فتأهل خلاص برصيد 10 نقاط، لانه طبعا شختار ورقميا لسه، حسابيا لسه، يعني حسابيا لسه، لو الريال خسر الماتشين ولايبزيج وشختار كسبوا بس هو هيلعب اوريدي مع لا ريال ضمر. ريال ضمر الترتيب، ريال مدريد 10، لايبزيج 6، تمام، شختار 5، سيلتك باي باي 5. يعني شختار لسه موجود، خاصة انه خلي بالك انه في احصائية بتقول ان توربن حارس مرمى شختر هو اكثر حراس المرمى في البطوله بشكل عام تصديا. ده احنا معانا شويه ارقام برضو مفاجات النهارده. يعني طب نخلص المجموعات، معانا الجي والاتش خلاص ونخلصهم، مجموعه 7 والثامنه. مانشستر سيتي طبعا المرشح الاول لتحقيق اللقب السنه دي ان شاء الله، 10 نقاط معاه بروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط في مركز ثاني. اشبيليه في يعني دي خلاص تبقى خلاص دي مقسومه. ماتش النهارده لو تعادل الفريقين ولا هنشوف كره حلوه؟ اعتقد المباراه هتبقى يعني الفرقتين ممكن التعادل يفيدهم، فمش هيبقى في اندفاع كبير الموسم مكمل، فاعتقد المباراه تبقى يعني مفيهاش متعه كبيره. يعني ده انا مستني الماتش ده، بس دايما المباراه في دورتموند هيبقى الماتش هيبقى صعب، لان الملعب ليه اجواء خاصه طبعاً. فلازم دورتموند يكسب يعني. واعتقد ان دورتموند هيبقى حابب يخطف الماتش عشان يتاهل اول، ما يطلعش تصفيات ثاني. طيب نروح لاخر مجموعه، عندنا باريس سان جيرمان وبنفيكا البرتغالي، تقريبا خلاص هم اللي هيتأهلوا في المجموعه دي، واليوفي الى اليوروبا. اليوفي عنده بنفيكا النهارده، رقميا لسه موجوده، نظريا صعب رقميا تبقى موجوده. اليوفي يكسب الماتشين، منهم باريس سان جيرمان، يعني وبنفيكا يخسر. ما هو يكسب بنفيكا النهارده ويخسر بنفيكا الماتش الاخير. طيب.